انا حارس ديال الجرده ديال الشطيبه، وملي كنت خارج مع تنساعد الدريات هنا مع الصباح ديما الوقت اللي تيبيخو بديت نساعدهم في القطيع، جا على غفله وهما كانوا غيقطعوا الهونده ديال حمله من المارشي، جا ضرب الاولى ضرب الثانيه، ديك الثانيه اللي ضربها دوز على الرويده القداميه وعاودها باللورانيه، وما يمكنش ما يتوقف كاع حتى يسير هنا هو يوقف هنا كاين صافي. السيد ما عرفتش كيفاش وقع عليه، هو كاع يعني ما محكمش حتى في الطوموبيل بعدا هو اصلا باش يعرف بان باش يساعد الطوموبيل يوقف بديك الطريقه ولا غيشوف شنو واقع، ما شافش تيقول الناس عندك 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 هما اللي الطوموبيلات هما اللي يوقفوا هما هو هما مسكين الثانيه تكافصات بزاف ديك الدارت على الرويده القداميه يولونيه حالتها مسكينه حالها والسروال ديالها مسكينه الدمايات كلها في حاله خطيره مسكينه الدريه مقطع السروال ديالها الجبهه ديالها مضروبه الرجل ديالها من تحت كلها حتى هي مضروبه ولابسين الطبليه ديال المدرسه مساكن والخو اللي معاه مضروبه جهه العين ديالها ومضروبه جهه الكتف ديالها هذيك حفظ الله شويه هي ما دخلتش وسط الطوموبيل ولكن هذيك الثانية مسكينة اللي تقطع عليها السروال والطابلية والرجل هي اللي دخلت وسط الطوموبيل مسكينة، تهرس الجاجية طرت عليه واحد الحجرة قوة ديال الجيل تحت واحد الحجرة وهي تهرس ليه الجاجة، وزعما ما كانش هو كاع بيوقف هو ما عرف شنو وقع كاع هو بعدا أصلا، باقي هو محارش في الطوموبيل غادي بها هو راجل كبير، راجل كبير شوية هو، هو مسكين هو جاي من المارشي شفت هو الله أعلم شنو هو مسكين وقع عليه حتى هو. ما نقدوش نحكموا على الغيب ديالو حتى هو مسكين هو بزاف هي من نهار كان هادشي كان هادي تتف الحوادث وقعات كان ضرب واحد الثاني حتى هو في واحد الحيطه راه مات هو الله يرحمه ويوسع عليه راجل كبير حتى هو كان ضرب هنايا كاين تيسكن في القرية عنده المحل هنا في الشطيبه حتى هو ضرب مسكين مشى للسبيطار مات حتى هي داير حاويت بزاف هذه الاشغال هذه مع ما كاين فيها المراقبه ما كاينش اللي تيرد لها البال القطع الراجلين مع مساكن واد المدرسه تيخرجوا على غفله ومع الطريق الضيقه حتى تتصدم شي حاجه حوادث وشكرا اختي شفتي فيه.